والابن والروح القدس إله واحد آمين. أنا مبسوط جدا النهاردة إن أنا أكون موجود في اجتماع الخدمة العام. فرصة حلوة صحيح، مش بقدر أشوف إخواتي وأحبائي بشكل مباشر، لكن على الأقل التواصل ما بيننا عن طريق كلمة ده برضه شيء بيبقى مشجع ومعزي ليا قبل ما يكون ليكم. النهاردة اخترنا موضوع، بس قبل ما أبدأ فيه أحب أهنيكم بالنهاردة 2 إبريل ذكرى تذكار ظهور أم النور على قباب كنيستها في الزيتون. عيد ده خاص بالكنيسة كلها، لكنه طبعا العيد ده ليه معزة وليه تقدير، ليه محبة، ليه ذكريات حلوة بالنسبة لنا احنا خصوصا في الزيتون. شرف كبير ومحبة كبيرة إن أم النور تختار هذا المكان وتظهر فيه. معنى كده إن المكان ده أصبح مكان مقدس، وأكيد برضو الشعب اللي موجودين أصبحوا شعب ليه معزة خاصة في قلب أم النور، وبالتالي في قلب السيد المسيح. كل سنة طيبين. موضوع النهاردة عن أنا والسامرية، في سلسلة كده موجودة في الاجتماع زي أنا والابن الضال، أنا والسامرية، والحد الجاي هو حد السامرية. والسامرية شخصية غنية، غنية في توبتها رغم عمق الخطية اللي هي كانت عايشة فيها. في الحقيقة الإنجيل ده بيتقري 3 مرات في السنة، يعني بيتقري كتير، لكن بيتقري في خلال 100 يوم بيتقري 3 مرات. بيتقري في حد السامرية اللي هو الحد الرابع من الصيام، وبيتقري في حد الثالث من الخمسين المقدسة، وبيتقري في صلاة السجدة في السجدة الثالثة. فهو إنجيل مهم وغني، وعشان كده الكنيسة خلال 100 يوم اختارته إن هو يتقري 3 مرات. الحوار اللي ما بين السيد المسيح وحوار والسامرية يعتبر أطول الأحاديث اللي كانت ما بين السيد المسيح وبين أي شخص، أطول من الحديث مع نيقوديموس. فبالتالي هو حوار هام، على الرغم إنه الشخصية شخصية كانت بعيدة خالص عن ربنا. عاوزين ناخد مقدمة وهنتكلم في نقطتين. هنتكلم في مقدمة عن السامريين وعلاقتهم باليهود، وهنتكلم في نقطتين. النقطة الأولى أنا والسامرية، والنقطة الثانية أنا الخادم والسامرية. يبقى هنتكلم في مقدمة والنقطة الأولى أنا والسامرية، والنقطة الثانية أنا كخادم للسامرية. النقطة المقدمة اللي عايزين نتكلم فيها إنه السامريين كانوا عبارة عن عدد من الشعوب المختلفة اللي جابهم ملك أشور بعد ما احتل مملكة إسرائيل، لأنه كان عندنا مملكتين، مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. في الغزو الأشوري سبى ملك أشور معظم شعب مملكة إسرائيل اللي كانت مكونة من 10 أسباط، ما عدا 60، بنيامين ويهوذا كانوا هم اللي بيشكلوا مملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. فخد كل الأسباط دي وسباهم إلى نينوى اللي هي عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وجاب مكانهم شعوب من بلاد مختلفة، والشعوب دي بدأت تختلط بالمتبقي من اليهود اللي ما تسابوش، وبدأوا دول يكونوا شعب السامر. لما جت هذه الشعوب جت طبعا بديانتها الوثنية، ولما اختلطوا باليهود تأثروا بالشريعة والديانة اليهودية، فعملوا في النهاية دين خاص بيهم كده، يبقى ياخد شوية من الوثنية على شوية من اليهودية. وبالتالي اليهود اللي كانوا ساكنين وكانوا موجودين مع السامريين كانوا بيكرهوا السامريين جدا جدا، لأنه السامريين كانوا عايشين في المنطقة الوسطى شمال الجليل والجنوب اليهودية. الجليل ده اللي فيه بقى الجماعة الفلاحين،
والصيادين عشان بحيرة طبرية، والجماعة الرعاة، والجنوب في الهيكل، الفارسيين، رجال الدين، الناس الأكثر ثقافة وغنى، في الوسط بقى السامر. فاللي عاوز يروح من الجليل لليهودية هيعبر على السامرة، واللي عاوز يروح من اليهودية إلى الجليل لازم يعبر أيضا على السامرة. اليهود كانوا زي ما قلنا بيكرهوا السامريين جدا، لأنه المجتمع اليهودي كان مجتمع طبقي. يعني إيه؟ يعني هم بيصنفوا الناس الأعلى مين؟ المعلمين اليهود. حتى المعلمين دول كانوا 3 درجات، كان في ربوني ورابي وربي، ده كل واحد من دول درجة في التعليم. وأعلى درجة هي ربوني، ودي اللي قالتها مريم المجدلية للسيد المسيح، اللي بنقراها في يوحنا 20 في إنجيل القيامة، لما بتقول له لما شافت السيد المسيح وعرفته قالت له ربوني، الذي تفسيره يا معلم، هو ده اللي احنا بنقول في الإنجيل. فدي كانت أعلى درجات الطبقة دي، اللي هي طبقة المعلمين، اللي هي طبق الربوني. وبعدين طب بعد ما دي الرجل اليهودي العادي، وبعدين الست اليهودية، وبعدين الشخص الأممي، وبعدين الستات الأمميات، احنا بنتكلم عن مين بقى؟ السامرية دي بقى في أنهي طبقة من دول؟ دي ست أممية خاطئة، يعني تعتبر الأقل بالنسبة للمجتمع اليهودي، ما حدش يتعامل معها، ما حدش ينظر ليها، لدرجة إن هي نفسها لما خرجت عشان تملى الجرة بتاعتها راحت الساعة 12 الظهر، اللي هي الساعة السادسة من النهار. إيه يعني إيه الساعة السادسة من النهار؟ اليهود كانوا يبدأوا يحسبوا الساعات من شروق الشمس، فبعد شروق الشمس بساعة يبقى دي الساعة الأولى من النهار، بعد شروق الشمس بساعتين، يعني لو الشمس كانت أشرقت الساعة 6 مثلا، يبقى الساعة الثانية من النهار، يعني هي الساعة 8 بتوقيتنا ده. لما نقول الساعة الثالثة، الساعة الثالثة يعني يبقى مرت 3 ساعات على إيه؟ شروق الشمس. يبقى ده لو شروق الشمس الساعة 6، يبقى الساعة الثالثة من النهار اللي هي بعد 3 ساعات من شروق الشمس، يبقى الساعة إيه؟ 9 الصبح. الساعة السادسة من النهار، الساعة 6 من النهار، يعني بعد مرور 6 ساعات من شروق الشمس، يعني تعادل تقريبا الساعة 12 الظهر أو قبل كده، يعني في أيام الصيف طبعا هتبقى تعادل مثلا الساعة 11، لأن الشروق بيبقى على الساعة 5 أو 5 وشوية. وبالتالي كانت تعتبر الوقت ده وقت الذروة، مفيش حد بيروح يعمل في حاجة، يعني اللي عاوز يملى مية ولا يشتري حاجة يا يروح الصبح قبل ما الشمس تتعامد وتبقى في عز قوتها، أو يروحوا في الغروب بعد ما الشمس تكون كسرت شوية. لكن هي رايحة في الوقت ده علشان ما تقابلش حد، لأنه طبعا مش هتقدر تتجنب النظرات الصعبة والكلمات اللي هيواجهوها بيها. إذن هي السامرية نفسها كشخصية كانت بتعاني من بعض المشاكل، ودي اللي عاوزين نبدأ بيها النقطة بتاعتنا، أنا والسامري. في الحقيقة أكيد معظمنا طبعا أو كلنا مش عايشين في الخطية بالشكل هي كانت عايشة فيها السامرية، لكن أكيد برضو معظمنا بيعاني من المشاكل النفسية والروحية، أو بيعاني من جزء منها على الأقل اللي كانت بتعاني منها السامري. طب هي كانت بتعاني من ايه؟ رغم ان هي عايشة في الخطية، الخطية عملت لها نوع من انواع، اول حاجة عدم الامان. هي كانت بتعاني من ان هي ما عندهاش امان، مش ضامنة اي حاجة، هي عايشة اليوم بتاعها بيومه لكن ما عندهاش امان خالص. المجتمع اللي حواليها ما بيحبهاش، هي نفسها عايشة في عزلة، عايشة مع شخص هي عارفة كويس إنه في أي لحظة ممكن يسيبها ويرميها، عارفة إنه بعد شوية لو كبرت في السن مش هتلاقي حد حواليها، محدش ذكر إنه السامرية كان عندها أولاد، بل عارفة إنه كمان بعد شوية الناس مش هتتذكر، هي مش هيتبقى ذكريات في أذهان اللي حواليها غير إن هي كانت امرأة خاطئة. فهي عندها عدم إحساس بالأمان، وعندها كمان عدم إحساس بالحب،
هي ما عندهاش، ما جربتش حب حقيقي في حياتها. هي كل علاقاتها كانت غالبا علاقات شهوة. كل الناس اللي كانوا بيتعاملوا معاها كانوا بيتعاملوا معاها كجسد بلا مشاعر بلا روح، وبالتالي هي عانت من اني ما جربتش عاطفة حقيقية، ما جربتش حب حقيقي. يبقى هي عاوزة احتياج، عندها احتياج قوي وجوع لحب حقيقي في حياتها، حب يراعي مشاعرها مش ينظر إلى جسدها، حب يحترمها مش يتهمها بألفاظ صعبة. عاوزة طريقة مختلفة، عاوزة تجرب الحب الحقيقي اللي يشبعها، هي عمرها ما قبلته. أيضا السامرية عندها إحساس بعدم المغفرة، هي بتحتقن نفسها وشايفة إنه ملهاش رجاء في حياة أخرى. يبقى عندها عدد من المشاعر وحاجات كتيرة ناقصها. زي الحاجات دي ما بتكون ناقصانا، يمكن ناقصنا بعض حاجات، يمكن ناقصنا الحاجات كلها، لكن في النهاية كلنا كأشخاص بنعيش هذه المشاعر، سواء بنعيش جزء منها أو بنعيشها كلها، لكن في الحقيقة كلنا عندنا احتياجات حقيقية زي الاحتياجات اللي كانت عند السامري. عاوزين احتياج للأمان، عاوزين احتياج حقيقي للحب، عاوزين احتياج للغفران، إن يكون لنا حياة أخرى. في الحقيقة شخصية السامرية بشكل جزئي وفي بعض الأحيان القليلة بشكل كلي تنطبق على أغلبنا في مراحل مختلفة من حياتنا. إحنا محتاجين إنه حد يسد هذه الرغبات. فالسامرية تعتبر شخصية غنية ومهمة. طيب، في النهاية هل وجدت السامرية الحب الحقيقي؟ وجدت الأمان الحقيقي؟ وجدته طبعا في شخص السيد المسيح. السيد المسيح أشبع هذه الاحتياجات، أو ممكن نقول بشكل أدق فتح الباب قدامها علشان هي تدخل وتشبع كل هذه الرغبات اللي عندها. لما باب النعمة يتفتح للإنسان ويدخل ياخد براحته زي ما هو عاوز، الله بس فقط عاوزك تديله قلبك وهو هيملاه من كل الخيرات اللي انت عاوزها، سلام، فرح، شبع حقيقي، أمان، كل ده هو على استعداد ان هو يديه لكل واحد، بس بشرط يفتح له قلبه ويسلم له حياته. طيب، هنا اللي عاوزين نتكلم عنه برضو انه السيد المسيح، من الملاحظ انه لما اتكلم مع المرأة السامرية اتكلم في امور روحيه عاليه ما بخلش عليها. يعني قال لها كده: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، اللي هو بيتكلم عن الميه العاديه اللي الناس بتشربها، واما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا له فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه له يكون فيه او يصير فيه ينبوع ماء حي يفيض الى حياه ابديه. المعنى هنا صعب بالنسبة لواحدة سامرية، صعب قوي. يعني ايه الماء الحي؟ يعني ايه الماء ده لما هشربه او اخده هيصير فيا ينبوع، يفضل ينبع كده ويطلع لحد الحياة الابدية؟ ايه ده؟ ايه المعاني دي؟ معاني عالية. لكن السيد المسيح ما بخلش ان هو يقولها للسامرية، ما استصعبش انه يقولها للسامرية. طب يا رب، ما هي مش هتفهم. هتفهم ازاي الكلام ده؟ لان هي بعد شويه هتعيشه. هي صحيح الماء الحي بالنسبه لها لسه دلوقتي مش ظاهر، بس في نهايه الحديث هتشعر بارتياح وتشعر بتغيير، تشعر بنوع من انواع التنقيه، المغفره اللي هتحسسها يعني ايه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. فاذا الانسان ما يستصعبش الامور الروحيه الصعبة، يقول لك دي صعبة. لا، قد لا يكون مطلوب من كل شخص أن يفهمها على المستوى العقلي والمنطقي،
لأنه حتى دي مش هيقدر نستوعبها بسهولة، لكن الإنسان هيعيشها على المستوى الشخصي، وهو ده المطلوب. أنا مش مطلوب مني إنه فقط أقعد أشرح ما هو الماء الحي، ويعني إيه الماء الحي الذي ينبع إلى حياة أبدية. وزي ما قال السيد المسيح في يوحنا 7، من آمن بي فكما قال الكتاب تجري من بطنه ينابيع ماء حية. صحيح الكلام ده ليه شرح حلو ومعاني جميلة، بس الأهم مش إن أنا أفهم بس معاني الحلوة اللي قد تكون صعبة على كتير، الأهم إن أنا أعيشه. البسطاء كتير من الناس البسيطة اللي مستوى تعليمها بسيط ومستوى استيعابها مش كبير، عاشوا هذه الكلمات في حياتهم وطبقوها وتذوقوها، يعني جربوها في حياتهم. فهم لما يتكلم عن الماء الحي يمكن ما يقدرش يشرحها من الناحية اللاهوتية بسهولة، بس هو يقول لك أنا أقول لك يعني إيه ماء حي. أهو أنا مبسوط، أنا عندي سلام، أنا عندي إيمان، أنا عندي رجاء في حياة تانية، أنا المسيح مشبعني. مش بس هو بيشبعها وبس، لأ، وتفيض على الآخرين. معنى إيه؟ في يوم من الأيام واحد كان بيخدم في خدمة عشوائيات، ودخل هو معاه واحد زميله علشان يعرف احتياجات أحد البيوت، فوجد في البيت الأب عنده 80 سنة ومسؤول عن رعاية ابنه المعاق ذهنيا اللي في حدود دخل على الأربعينات، وعايشين في بيت صعب جدا جدا. هذا الخادم كان بيعاني في الوقت ده من مشاكل معينة في شغله، في بيته، أمور مادية. ومع ذلك بص لقى الراجل ده من ساعة ما دخله عاوز إيه يا أبويا؟ قعد يقول له المسيح مكفيني، أنا المسيح مشبعني، أنا أقول لك، وقعد يحكي له عن قصص. وبعد ما يحكي له عن قصة عملها معاه المسيح يبدأ يرنم من كل قلبه وهو مبسوط جدا جدا. الخادم بيقول أنا خرجت متعزي، خرجت شبعان، أنا دخلت علشان أدي، لكن اكتشفت إن أنا خدت رجاء وخدت تعزية، هم اللي سندوني بعد كده في الأيام اللي كانت بعد كده هقضيها. وفعلا ده اللي حصل، هو فعلا لقى شغل ولقى شغل مناسب، بس بعديها بفترة، بس طوال الفترة دي منسيش هذا الشخص البسيط اللي كان عايش معنى الماء الحي اللي لما بيكون موجود ده جوه إنسان بيفيض، بيملى الإنسان ويفيض على غيره ويعزيه. يبقى دي كانت أول نقطة عاوزين نتكلم فيها، أنا والسامرية. إحنا لينا احتياجات تشبه تماما احتياجات السامرية، سواء بشكل جزئي أو في بعض الأحيان بشكل كلي. أنا محتاج زي السامرية، محتاج للحب، محتاج للأمان، محتاج للغفران. أنا ممكن أعيش معاني عالية أوي 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 بإني أسلم حياتي لربنا ويكون هو الهدف الأول في حياتي، زي ما عملت السامري. النقطة التانية اللي عاوزين نتكلم عليها الخادم والسامري، النقطة دي نقطة خدام. أنا كخادم هل بقابل شخصيات كده زي السامرية، سواء ولاد أو بنات؟ بنقابل أشخاص عايشين في الخطية بقالهم فترة طويلة، وبنقابل ولاد بيعيشوا في مجتمعات وفي أسر عايشة في الخطية بشكل صعب، وهنا علينا أن احنا نتعامل معاهم زي ما السيد المسيح تعامل مع السامرية. ناخد بالنا السيد المسيح ما تعاملش معاها كنوع من الشفقة والرأفة، لا، تعامل معاها بنوع من الحب والاحترام الكامل كشخص. فناخد بالنا ساعات بنتعامل مع الناس الخطاة بنوع من الشفقة كده، فبيبقى باين تعاملنا معهم فيه نوع من أنواع التعالي، أنا تنازلت وبتعامل معاك. الإحساس النفسي ده لما نيجي نتعامل مع الشخصيات دي بيبان في كلامنا وأسلوبنا وحركاتنا وإحنا بنتعامل معاهم، وهم ناس مجروحين بما فيه الكفاية وحساسين، فيحسوا بيها قوي.
لكن تعالوا نشوفوا السيد المسيح ازاي تعامل مع هذه الشخصية بمنتهى الاحترام، لأنه هو بينظر ليها ايه؟ بينظر ليها كشخص مريض محتاج لدواء، مش شخص خاطي محتاج لعقوبة. ففي فرق بين الاتنين كتير قوي، كبير جدا. السيد المسيح لما بدأ حديثه مع السامرية بدأ حديثه بطلب، اعطيني عشان اشرب. ممكن، وده بداية حديث مع اي شخص، لما احب اكثر ما بيني وبينه الحواجز النفسية اطلب منه الطلب. الطلب ده يعمل ايه؟ الطلب ده يحسس بالشخص بقيمته، في شخص محتاج مني ان انا اساعده، فده يحسسني بقيمته، بقيمتي، باهميتي. وفي الحقيقه الطلب السيد المسيح طلب ده كان منطقي، الساعه 12 الظهريه وهو قاعد عند البير وفعلا محتاج المفروض لميه، فده شيء طبيعي. كمان الطلب ده فيه نوع من انواع اثاره الناحيه الانسانيه في الشخصيه دي، يعني ساعد شخص محتاج شويه ميه، فبيدي للشخص احترامه وبيثير في الشخص نفسه العاطفة الإنسانية الحلوة اللي جايز مع أحداث الزمن بدأت تضعف، فبدأ يفقد الإنسان الإنسانية بتاعته، حتة التعاطف مع الغير، الحتة الحلوة في الإنسان، إن أنا أنسى نفسي شوية عشان أحاول أساعد غيري. النقطة التانية اللي عاوزين نتكلم عنها، السيد المسيح تحمل السامرية في إجابتها الصعبة اللي كانت ناشفة، قالت له كيف وأنت يهودي تطلب مني لأشرب لتشرب وأنا امرأة سامرية؟ إزاي تعمل كده؟ إيه ده؟ اليهود ما بيتعاملوش مع السامريين، ومع ذلك السيد المسيح مبصش للنقطة دي، رغم إن الشيء الطبيعي إن الواحد يقول وأنت الطول مش كفاية تنازلنا ونتعامل مع واحدة يعني حتى أهلها السامريين نفسهم ما بيحبوهاش ومش بيتعاملوا معاها؟ لا، مركزش خلاص على السؤال ده، مش مهم خالص، هو في هدف محدد ولازم يوصل ليه. فالإنسان اللي بيخدم، معلش، جايز يقابل كلمات صعبة وإجابات صعبة من الشخص ده، لكن عليه إن هو ما ينساش الهدف اللي هو عاوز يوصل له، هو عاوز يوصل هذه الشخصيات للمسيح ويعرفهم عليه ويعرفهم على حبه الحقيقي. فبدأ يقول على طول، دخل في الموضوع، لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء حيا. متوقفتش طبعا، هي ما تفهمش يعني إيه ماء الحي، لكن هي قالت على طول الله، هو أنت أعظم من أبونا يعقوب اللي عمل البير؟ مش معقول. فبتقول له كده، يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ما عندكش أنت جردل وما هتجيب الماء منين؟ دي كان إجابتها، برضو إجابة ناشفة، لعلك أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئر ومنها شرب هو أيضا وبنوه ومشيئته. أنت مين يعني؟ برضو كلمتها ناشفة، يعني ما جاوبتش إجابة حلوة. مع ذلك السيد المسيح استمر في الهدف اللي هو عاوز يحققه، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا له فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه له يكون فيه ينبوع ماء يفيض حياة أبدية. فدخل في الموضوع على طول، طبعا إجابة غريبة، ماء إيه ده اللي أنا هشربه مش هعطش تاني؟ طب اديني من المية دي وريحني بدل ما أنا قاعدة وباجي في عز النهار واتعب. فبدأ يدخل مع السيد المسيح، تحول الحديث. في بداية الحديث السيد المسيح بيطلب منها مية، ويجي في نص الحديث هي اللي تبدأ تطلب منه المية، لأنه المية اللي هو هيديها لها مختلفة عن المية اللي هي بتجيبها كل يوم. اتقلب الحديث خالص، ليه؟ وجهها ناحية النعم الإلهية والأسرار الإلهية، ما دخلش معاها في حديث جانبي، ازاي تتكلمي كده وما يصحش وما لا يجو ما مش معقول نتكلم بالاسلوب ده وانت مش واخده بالك انا مين، لا 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 مش مهم مش مهم.
مش مهم، واسلوبها الناشف مش مهم، ما هي مش متعوده غير على الاسلوب ده، طول حياتها عايشه بطريقه معينه، ده برضو مش مهم. انا عاوز ادخل على الهدف مباشره. يبقى انا كخادم عاوز اوصل شخص للسيد المسيح، اول حاجه احسسه باهميته، احسسه بقيمته، احسسه بقد ايه هو مهم عند ربنا، اللي جه واتجسد ومات على الصليب واحتمل كل العذابات عشانه هو، وعشانه هو بشكل شخصي. الحته دي مهمه. طب ما يجي واحد يقول لك ما هو عشاننا كلنا، عشاننا كلنا، بس عشان كل واحد ايضا بشكل ايه؟ شخصي. يعني كل واحد اهميه، كل واحد ليه ملف خاص في قلب ربنا، ليه حته خاصه بيه هو بس. دي حته مهمه. الجزء الثاني بنوجه الناس للنعمه الالهيه على طول، ما بندخلش معاهم في مناقشات جانبيه. يقول لك اصلي عمي ظلمني، واصلي والدي عمل، واصلي حصل، واصلي رحت للكنيسه وقابلني فلان وقال لي، وابونا زمان قال لي. كل القصص الجانبيه دي مش موضوعنا. انا موضوعي ان انا اوصلك بالنعم، تعال خد الماء الحي، هو ده اللي هيغيرك، هو ده اللي هيأثر في حياتك. واللي فات، اللي فات فات خلاص، مش هنقف عنده كتير، هيعطلنا، احنا مش ناقصين نتعطل اكتر من كده. يبقى انا كخادم مطلوب مني اني اوصل الانسان بوسيلة سريعة مناسبة لان يكون لي علاقة خاصة بالسيد المسيح عن طريق الصلاة وعن طريق عمل النعم في حياته. لازم يبقى كده، عن طريق ان انا اربطه بالاسرار المقدسة. طيب لما وصلت بقى انا عاوزة النعمة، اديني المي. بقى في هنا بقى في مشكلة. ايه هي؟ عشان تحصل على النعمة لازم تكون شخص تايب، لازم تترك الحياة الاولانية اللي انت كنت فيها. ما ينفعش تحصل عليها كده وانت ايه؟ وانت عايش في حياتك دي. ودي بقى حتة حساسة. تعالوا نشوف السيد المسيح تعامل معاها ازاي. لما قالت له طيب يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اجيء الى هنا لاملأ ماء، فقال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا. طلب ده خدوا بالكم ما فيهوش تجريح. ليه؟ لانه دي كانت العادة في بلاد الشرقية. مش معقول انا بقى هتعامل معاكي وهجيب لك ميه وهنقعد نتكلم بقى بعد كده وجوزك مش موجود، ما يصحش ما يليقش. فدي كان طلب طبيعي، بس هي السيد المسيح قصد بالطلب ده انه يفتح معاها الجرح عشان يحاول ينظف. فقالت له ليس لي زوج. هي ما قالتش انا بقى كنت بعمل ايه وعايشة ازاي وان انا اساسا عايشة مع شخص بس مش بجواز، كل ده ما قالتوش. هي قالت ليس لي زوج، معنى كده انك انت عايشة لوحدك. ممكن واحد يفسرها بكده ليس لي زوج، بس السيد المسيح بمشرة الجراح الماهر فتح الجرح بمنتهى الهدوء وبمهارة علشان ينظفه. فقال لها العبارة دي حسنا قلت أن ليس لي زوج. ناخد بالنا من العبارة أنه بدأ بمديح وهيختمها بمديح ويحط المشكلة في النص بمنتهى الدقة بدون ما يجرح. حسنا قلت أن ليس لي زوج لأنك تزوجت خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، فهذا الذي قلته حق. يبقى هو قال الجملة بدايتها مديح وفي نهايتها مديح وفي النص بيقول حقيقة هي حصلت في حياتها، وما قالهاش انت عايش في الخطية، ما لا لا ليس والذي معك الآن ليس هو زوجك، ما قالش انت انسانة خاطئة ولازم تتوبي، لا هو حط الحقيقة كده بأقل الكلمات اللي فيها حدة أو هجوم أو التجريح. كان ممكن المرأة دي تجري وتسيب المكان وتمشي أو تقول له وانت ملك ومال حياتي، لكن الأسلوب الحلو اللي استخدمه السيد المسيح وكمية الاحترام اللي هو بيكلمها بيها
وكمية المديح والثقة بالنفس اللي هو بيديها لها أثناء الكلام أجبرتها على الاستمرار، بس مش كده وبس، وخلتها كمان تمدحه: يا سيد أرى إنك نبي. يعني شافت إيه؟ شافت احترام، شافت حب، شافت تقدير، شافت مديح. ده كله ده تسيبه وتركز في النقطة اللي قالها لها اللي هي حقيقة؟ لا، يا سيد أرى إنك إيه؟ نبي. وبدأت تسأل سؤال غريب: آباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون أن مكان السجود في أورشليم حيث يحل السجود. اللي دخل السجود في الموضوع أصل هي عاوزة تتوب، واللي عاوز يتوب بيسأل عن إيه؟ الصلاة. والصلاة إمتى الإنسان عاوز إيه؟ عاوز انسحاق، عاوز سجود. هي عاوز تقدم توبة من قلبها لربنا، بس هي عايزة تقول: يا ترى أقدمها فين؟ لأنه كان في خناقة أيام السيد المسيح، اللي يسجد لازم يسجد في أورشليم، واللي يسجد مش عارف في السامرة يبقى ده مرفوض. فالسيد المسيح قال لها: لا لا لا، أنت عايزة تقدمي مغفرة؟ عايزة تقدمي توبة؟ آه، أقول لك صدقيني يا امرأة. شوف السيد المسيح: صدقيني يا امرأة. خدوا بالكم تعبير يا امرأة في الوقت ده، يعني يا سيدتي، حضرتك، جنابك، سيادتك، مش تعبير سيء زي ما احنا متخيلين. صدقيني يا امرأة، تأتي ساعة فيها يسجدون للآب لا على هذا الجبل ولا في أورشليم. ليه؟ وهي حين الساجدون يسجدون، لأن الآب إنما يطلب مثل هؤلاء الساجدين. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. المشكلة مش هنسجد فين، المهم هنسجد بأنهي مشاعر؟ في مشاعر توبة حقيقية؟ في مشاعر انسحاق واتضاع حقيقي؟ ولا لأ؟ مش دي المشكلة. كتير موجودين في الكنيسة وبيقدموا خضوع وسجود بشكل ظاهري أو فيه مظهرية، لكن لسه القلب والعقل لم يخضع، لم ينسحق. الله لا، مش عاوز دول، هو عاوز التانيين. هو عاوز ايه؟ الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. يبقى وصلت الشخص ده من شخص مرفوض لشخص لازم ياخد النعمة، وعشان ياخد النعمة يبقى لازم يقدم توبة ومغفرة، لازم ينظف حياته ويغيرها. وكأنه لما طلبت الطلب ده وعاوزة هي تغير حياتها، قالت جملة غالبا الروح القدس أرشدها عن الجملة دي، تقول له: نحن نعلم أن المسيح الذي يدعى المسيح يأتي، ومتى جاء فهو يخبرنا بكل شيء. إيه اللي دخل بقى موضوع المسيح المنتظر في القصة دي؟ اليهود كانوا منتظرين المسيح، وما زالوا إلى الآن منتظرينه، بس هم منتظرينه بمفهومهم هم. والسامريين عشان كانوا ساكنين جنب اليهود تأثروا بالعقيدة دي، فهم برضو كانوا منتظرين المسيح المخلص الذي سوف يعيد لليهود مملكة داود بمجدها، وهيخليهم هم ملوك وأهم الناس في الأمم، ويعيد لهم المملكة ويعيد لهم المجد والسلطة. ده مفهومهم لحد دلوقتي. فهي اتكلمت عن المسيح، وده برضو دليل ان هي عندها مشاعر دينية كويسة مخزونة ومستنية اللي يطلعها لها. فالسيد المسيح قال لها، أعلم عن شخصه، وقال: أنا هو الذي يكلمك. وفي الحقيقة كل واحد بيقدم توبة يرتبط، بياخد السيد المسيح في الإفخارستية ويرتبط بالكنيسة، السيد المسيح بيعلن له شخصه في حياته، وبيشوفه بوضوح، وبيشوف عمله وإيده الحلوة في حياته. هو ده ترتيب كل شخص خاطي عاوز يقدم توبة. بيبدأ الأول بأنه هو يتعرف على المسيح اللي بيحبه، اللي بذل نفسه علشانه، اللي بيحترمه عشان شخصه، مش عشان شكله، مش عشان فلوسه، مش عشان سلطته، مش علشان أسرته. لا لا، بيحبه عشانه هو، مهما كان وحش، مهما كانت حياته الأولى سيئة.
وبعدين ياخده إلى ينابيع الماء الحي. بس عشان يشرب منها محتاج الشخص ده يقدم توبة، يقدم صلاة، يقدم سجود، يقدم ندم حقيقي عن حياته الأولى. وده اللي عملته السامرية. ساعتها بعد كده الشخص ده لما بيشرب من هذه الينابيع بيعلن له شخص السيد المسيح في ذاته، وبتتغير حياته وتصير حياته من شخص صعب لشخص يكرز باسم السيد المسيح. وده اللي عملته المرأة السامرية فيما بعد، وده اللي حصل مع عدد كبير من الناس اللي كانت حياتهم صعبة جدا، ولكنهم لما تعرفوا على السيد المسيح معرفة حقيقية اتغيرت حياتهم تماما، وبقوا خدام نشطاء وأقوياء وليهم علاقة قوية. ليه؟ لأنهم بنوا حياتهم صح. هم ليهم اختبار حقيقي وعشرة حقيقية، وعمل المسيح معاهم عمل حقيقي في حياتهم. عشان كده بقوا خدام وكارزين أقوياء، مش بيجيبوا الشخصيات الصعبة كمان للمسيح ويدخلوها الكنيسة. في يوم من الأيام أحد الآباء جات له شخصية برضه حاجة كده زي السامرية، كانت بنت صعبة وكان لها علاقات وحشة كتير، وبدأ يتعامل معها بالراحة. ومرة تانية مرة تانية بدأت تتغير، بدأت تبعد عن الخطية، وبعدين اتغيرت حياتها خالص، وبعدين اتجوزت وبنت أسرة حلوة، وبعدين بقت إيه بقى خدمتها؟ خدمتها إن هي تجيب البنات اللي بتمشي في الطريق الصعب وتقدر تخدمهم، وكانت بتعرف تتعامل معاهم، كانت عارفة طريقة تفكيرهم وعارفة احتياجاتهم، وعملت خدمة حلوة وجابت ناس كتيرة صعب خالص إنه أي حد يجيبهم، جابتهم للمسيح. الله يريد الكل. علينا إن احنا نتعامل مع الشخصيات الصعبة بنفس درجة الاحترام والحب التقدير اللي اتعامل معهم السيد المسيح، ونصلي من أجلهم، والله هيعمل معاهم وهيعمل بيهم. الله يعطينا إن احنا نعيش كالسامرية في توبتها، والله يعطينا إن يشبع احتياجاتنا زي ما أشبع احتياجات السامرية للحب، للأمان، للاحترام، للرجاء في حياة تانية. الله يشبع هذه الرغبات والاحتياجات، ولله المجد دائما أبديا. آمين.